واقول له يا ابا اليزيد ان الليلة هي عيد النصارى فتوضأ واذهب اليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ ابو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام ابوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم انا لا استطيع ان اتحدث، وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له يا ابانا وما ادراك انه محمدي؟ فقال لهم ان اصحاب محمد سيماهم في وجوههم من اثر السجود. فلما اشار الى ابي اليزيد وقال له اخرج، قال ابو اليزيد والله لا اخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال ابوهم سنوجه اليك اسئلة، ان اجبتنا عنها امنا بنبيك، وان عجزت عن سؤال واحد لن تخرج الا محمولا على اكتافنا قتيلا. فقال ابو اليزيد سل ما شئت. فقال البابا ما هو الواحد الذي لا ثاني له، وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما، وما هي الثلاثة التي لا رابع لها، وما الأربعة التي لا خامس لها، وما الخمسة التي لا سادس لها، وما الستة التي لا سابع لها، وما السبعة التي لا ثامن لها، وما الثمانية التي لا تاسع لها، وما التسعة التي لا عاشر لها، وما هي العشرة التي تقبل الزيادة، ومن هم الأحد عشر أخا، وما هي المعجزة المكونة من اثنتا التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر، وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله، وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه، وما هو القبر الذي مشى بصاحبه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه، وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره، وما هي الاشياء التي خلقت من غير اب ولا ام، ثم ما هي الثاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات امرا، وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات 3 في الظل واثنان في الشمس. اجب يا ابا اليزيد. وقام ابو اليزيد وقد القى الله برد السكينة في قلبه، فقال له اما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله احد، واما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار ايتين. واما الثلاثة التي لا رابع لها فاعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه. اذا ركب في السفينة غرقها، اذا لقي غلاما فقتله، اذا اتي اهل قرية استطعم اهلها، قال هذا فراق بيني وبين. الاربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والانجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. قال له القسيس فلماذا؟ قال في اخر الاية وما مسنا من لغوب.
فقال ابو اليزيد: لان اليهود قالوا ان الله خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم اصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. اما السبعه التي لا ثامن لها، الذي خلق 7 سماوات طباقا، الثمانية التي لا تاسع لها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، التسعة التي لا عاشر لها، هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا اذكرها، قال له اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، والله يضاعف لمن يشاء. من هم ال11؟ اني رأيت 11 كوكبا اخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من 12؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ما هي الأسرة 13؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 اخا وشمسا وقمرا، اي ابا واما، هؤلاء 13. ما ال14؟ التي كلمت الله، قال له: السماوات 7 والأراضون 7، فقضاهن 7 سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات 7 والأراضين 7: ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ يونس، فالتقمه الحوت وهو مهين. ما هو الشيء الذي تنفس وراوح فيه؟ والصبح اذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء، ان كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما الاشياء الذين خلقها الله من غير اب ولا ام؟ ادم عليه السلام، والملائكة الكرام، وكبش اسماعيل، وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ اخوة يوسف. جاءوا اباهم عشاء يبكون، وقالوا لابيهم اكله الذئب، ومع ذلك قال لهم يوسف: يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. من الذين سبقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرا قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له: ما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات. وقبل ان يجيب على هذا السؤال قال له: اجيبك على الذاريات ضروا وهي الرياح، والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار، والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر، المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة، فيها 12 غصنا، اي 12 شهرا، في كل غصن 30 ورقة، اي 30 يوما، في كل ورقة 5 ثمرات، اي 5 صلوات، 3 في الظل، المغرب والعشاء والفجر، واثنان في الشمس، الظهر والعصر.
ثم قال ابو اليزيد للبابا: اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عليه. قال له: سل يا ابا اليزيد. قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون: تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبه، ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الاجابة. فقال لهم: والله اني اعلم الاجابة تمام الحل، ولكني اخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال: مفتاح الجنة لا اله الا الله. محمد رسول الله.